قبل أيام أنا كنت مع رئيس الوزراء وزرنا في آخر مدينة محررة وهي مدينة آل يبال الواقعة في شبيل السفلى في الشبيل الوسطى في ولاية هيرشبيل. زرنا هناك وتحدثنا مع الشيوخ القبائل اللي كانوا موجودين هناك، فمأسات يتحدثون عن مأسات بالإضافة إلى مأسات الجفاف وجزء منهم بدل ما يعبر عن رأيه يبكي، يعني بسبب قسوة هذه الحركة. هذه هي أي شريعة هذه؟ يفعلون هذا باسم الإسلام، باسم الإسلام، وينهبون أموال الناس وينتهكون حرماتهم باسم